بقول لك ايه، انت جربت البيت الثانيه دي قبل كده؟ قلت لك دي بيت الشريف، شيلها من دماغك. ايوه بس الشقه دي مفيش مكان فيها للاشراف، دي وكر للملذات يا فهمي. ما نسوان على قفه من يشيل البيت دي، لا مقامك ولا مستواك. ايوه بس البيت دخلت بذكي. رايح فين؟ رايح ادوب الفوارق بين الطبقات، هعمل تلاحم بين الارستقراطيه والبلوريتاريا. روح 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 يا فهمي، عشان خاطرك طبع نظراتك دي على واحده تانية. بلاش اخسرك. مفيش حاجة يا سنية. لا لا مفيش حاجة يا سنية. أنا عايز أقول لك على رؤوف. عايز أقول لك على حاجة. رؤوف افتح على رؤوف. أنا هحكي لك على الموضوع. رؤوف رؤوف افتح على رؤوف.